أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج، ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي 50 متر، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد ألا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل؟ هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويروى هذا موقوفا على علي بن أبي طالب، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد. وجار المسجد كما ذكروا هو من بينه وبين المسجد 40 بيتا، يعني الجوار يمتد إلى 40 بيت من حوالي المسجد. والضابط في هذا سمع النداء، فإذا كنت تسمع النداء بالأذان المعتاد من غير مكبر الصوت، إذا كان لو أذن مؤذن بدون مكبر الصوت تسمعه، وجب عليك أن تصلي في المسجد وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي كالمرض مثلا، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد فهذا عذر شرعي يبيح لك أن تصلي في البيت، لأن زوجتك تستوحش وتحتاج إلى بقائك عندها، فهذا يعتبر عذرا شرعيا. نعم.